أصيب عدة أشخاص في جزيرة فورمونتيريا جراء الأمواج العاتية الناجمة عن العاصفة دينا التي تضرب أسبانيا وجزر البليار، كما تم انقلاب عشرات القوارب وإلقائها قبالة الساحل. وحبات البرد الثلجية تتسبب في أضرار كبيرة وعواصف وفيضانات تجتاح مدنا وحالة تهب قصوى بعد أن ضربت رياح عاتية مصحوبة بحبات البرد بأحجام كبيرة مدن عدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن تهدد عاصفة دينا بعض المناطق في اسبانيا بالخطر بسبب هطول الامطار والعواصف والامواج القوية. وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتحذر وكالة الارصاد الجوية الحكومة من هطول امطار محلية قوية جدا وعواصف مصحوبة بتساقط البرد في مناطق اوروغوان وكاتالونيا وفالنسيا ومورسيا وجزر البليار، بالاضافة لهطول امطار قوية ومستمرة محليا في نافارا وفترات من الرياح القوية في جزر الكناري، حيث شهدت البلاد عاصفة كهربائية وامطار غزيرة وهبوب رياح قوية وفيضانات عارمة اجتاحت عددا من البلدات بعد ان هطلت أمطار غزيرة مع برد كثيف في مايوركا في أسبانيا. وسط خسائر مادية فادحة وهطول أمطار مصحوبة ببرد كثيف مع مرور عاصفة بردية من العيار الثقيل، حيث أمرت السلطات الأسبانية نحو 3000 شخص بعدم مغادرة منازلهم بسبب المخاطر التي تشكلها العواصف مع حالة التهب القصوى، حيث أن الأمطار التي هطلت بغزارة خلال الساعات الماضية تسببت في فيضانات كارثية. ونصحت السلطات سكان البلدة بالصعود إلى الأماكن المرتفعة في الأماكن التي غمرتها السيول، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن تستمر العواصف الرعدية وكرات البرد الثلجية والأمطار والرياح الشديدة، حيث غمرت المياه مراب للسيارات وعطلت حركة مترو الأنفاق في 3 مدن، وأثرت على حركة القطارات فائقة السرعة التي عرضت على مستخدميها تأجير رحلاتهم إلى وقت آخر مجانا. وحاصرت المياه أشخاصا في سياراتهم وتسببت في تساقط الأشجار وفي أضرار جسيمة وتعطيل الملاحة البحرية بعد أن تم انقلاب عشرات القوارب وإلقائها قبالة الساحل. ووصلت سرعة الرياح إلى 230 كيلومترا في الساعة وتم إلغاء بعض الرحلات الجوية. ¡Métalo en el coche! كما قام رجال الإطفاء بأكثر من 200 عملية تدخل لإنقاذ أشخاص مع تزايد برك المياه التي تشكلت في أماكن كثيرة وسقوط أشجار وأضرار لحقت بالطرقات، حيث هطلت الأمطار على معظم أنحاء أسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي وقت يتوقع أن يتواصل تساقط المطر حتى نهاية الأسبوع. ودعت المديرية العامة للنقل دعواتها لعدم استخدام السيارات وملازمة المنازل، في حين غمرت المياه عددا كبيرا من الطرق بالكامل. ومن المتوقع أنه سيكون أكثر من 15 مليون شخص اليوم في مرمى العواصف الرعدية الشديدة والبرد المدمر والأعاصير القوية، كما تعطلت بعض وسائل النقل أثر موجة البرد التي ضربت المدينة. وكان حجم البرد بأحجام كبيرة وغير مسبوقة، ومن المتوقع استمرار موجة البرد مع انخفاض كبير في درجات الحرارة مع تدني الرؤية الأفقية.
¿Cómo le sube el agua? Siento cada año que hay tormenta más. Muchas veces me ha pasado, pero tan seguido. عشان اتاو ارا اتاو لك حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي، كما مددت الأرصاد الجوية تحذيرها حتى نهاية هذا الأسبوع بعد أن غمرت المياه المحلات التجارية وتسببت في قطع الطرقات بسوائق الحافلات، بعدما زادت الفيضانات والسيول بسبب هطول الأمطار المستمر، كما تسببت في أضرار واسعة للمباني واجتاحت العاصفة البلاد ومزقت الرياح ألواحا خشبية من أسقف المنازل. يأتي هذا بعد أن شهدت مناطق كثيرة هذا العام سيول وفيضانات عارمة وعواصف رعدية ورياح شديدة، بينما تسبب البرد في أضرار جسيمة وتعطيل حركة المرور، كما تم تعطيل شبكات الكهرباء وتدمير بعض نوافذ المنازل، ووصل حجم الحجارة إلى 3 سنتيمترات، كما أدى إلى إتلاف بعض السيارات المتوقفة وتحطيم بلاط الأسطح، بينما اقتلعت العاصفة أسطح بعض المباني. وقالت السلطات أيضا أن نسبة 20% من المباني أصيبت بأضرار جسيمة، ومن المتوقع زيادة سقوط الأمطار اليوم بعد أن تعطلت وسائل النقل في بعض من مناطق المدينة، وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إلى ضرورة توخي الحذر من الآثار المحتملة كالصواعق والفيضانات وإغلاق الطرقات والمناطق المنخفضة التي غمرتها السيول، حيث تشهد البلاد الآن حالة من عدم الاستقرار الجوي.